أما بعد، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها الطيبون، أيها الطيبات، نيابة عن القائمين على هذا المسجد، أرحب بكم جميعا. أرحب بأبناء القبيلة وبأبناء خارج القبيلة، مرحبا بالجميع. والشكر موصول للقائمين على هذا المسجد وعلى هذا الموسم. أيها الإخوة، نحن امتداد لأسلافنا الصالحين الذين مروا من هنا. مسجد عتيق فريد مر به أناس طيبون عبر التاريخ، حفظ الكثير القرآن الكريم في هذا المسجد، وإن لم أدركهم فقد سمعت عنهم. الفقيه سيد أحمد لقراء سليمان منهم، رحم الله الجميع. أمين. أيها الإخوة، ينبغي ويجب أن يكون عملنا هذا مؤسسا ومبنيا على تقوى من الله ورضوانه. وإعانة وإنما يكون عملنا مؤسسا على الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله بارك الله عليكم. الله يحفظك. الله يجعل هذا قم قبول إن شاء الله. الله يحفظك. إنما نطعمكم بوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مثل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أن يكون قرضك لله، عطاؤك لله، منعك لله، شهادتك لله. يا أيها الذين آمنوا بالله شهداء. وفي الحديث في مرويات الأحاديث، لا يحبه لله، لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقتل. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله. فك الله السي مصطفى، الله يحفظك. فرابط الإخاء عقد عقده الله تعالى بين المؤمنين. بارك الله عليكم. فمن عفي له من أخيه شيء عملنا. بارك الله عليكم. الله يحفظك. أيا الله يحفظك. بارك الله عليكم. شيخ زياد. رابطة الجنس. رابطة اللغة. رابطة ديال الوطن. رابطة ديال اللون. رابطة ديال الجنس. رابطة ديال اللغة. ولكن رابطة الدين. تجمعنا رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هي أقوى الروابط، أقوى رابطة على الإطلاق. رابط أيها الإخوة، هذه الرابطة تقتضي منا وتستوجب أن نكون إخوانا متحابين متصاورين